بعد تصريحات أغضبت موسكو، الرئيس الأمريكي يتراجع وينفي دعوته لتغيير النظام في روسيا. عشية مشاورات الرياض، مجلس التعاون الخليجي يدعم مساعي التوصل لخارطة طريق تنهي الأزمة اليمنية. فتح بشاغة في تصريحات للعربية، قادرون على دخول طرابلس لكن نفضل الخيار السلمي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه النشرة المفصلة تأتيكم من العربية. نبدأ إذن من تطورات الحرب الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما صرح يوم السبت الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة. وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان يدعو لتغيير النظام في روسيا، أجابه بايدن بلا. كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC نيوز أن 7 من كل 10 أمريكيين لديهم ثقة ضئيلة للغاية أو بعض الثقة فقط بطريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب في أوكرانيا. وبحسب الاستطلاع عبر 12% فقط عن قدر كبير من الثقة بالرئيس الأمريكي، وأعرب أكثر من 80% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم من إمكانية أن تؤدي الحرب إلى استخدام أسلحة نووية، فيما أبدى 74% قلقهم من إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا. وقد انخفضت نسبة التأييد الإجمالية لبايدن إلى 40%، وهي أدنى نسبة في رئاسته. ومع استمرار المعارك على الأرض الأوكرانية ومحاولات كلا الجيشين الروسي والأوكراني تحقيق مكاسب، تتواصل أيضا محاولات إحداث خرق سياسي، حيث من المنتظر أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات خلال الساعات القادمة في تركيا، مفاوضات سبقها الرئيس الأوكراني بتوجيه دعوة جديدة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب، مشيرا إلى أنه يريد التوصل إلى حل وسط مع روسيا بشأن الدونباس والتفاوض على تبادل كامل للأسرى. كما شدد زيلينسكي على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية من روسيا خلال المفاوضات. وأكد زيلينسكي تفهمه إلى عدم وجود إمكانية لإخراج روسيا بالقوة من الأراضي الأوكرانية، لأن الأمر سينتهي إلى حرب عالمية. كما أبدى الرئيس الأوكراني استعداد بلاده للحوار مع روسيا حول الوقوف على الحياد وعدم التسلح نوويا، رافضا إكمال أي محادثات مع روسيا إذا واصلت المطالبة بنزع سلاح أوكرانيا. ومع تصاعد أزمة الطاقة في العالم، كشفت صحيفة بوليتيكو أن الرئيس جو بايدن لن يتمكن من الوفاء بوعوده للأوروبيين بتخليصهم من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن توريد كميات كبيرة من الغاز المسال إلى الدول الأوروبية أمر في غاية الصعوبة. أثار لجوء روسيا لإشراك قوة خارجية من القوة الانفصالية والمقاتلين الشيشان أثار تساؤلات عدة حول نوايا الرئيس الروسي في المستقبل، وسط تأكيدات غربية بأنها بمثابة رسالة للمجتمع الدولي وترجيحات برغبة موسكو في إعادة الحزام الأمني الإقليمي لروسيا الكبرى. ضحايا الأمس حلفاء اليوم ورأس حربة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. حالة من الترقب تعيشها مدينة أوديسا الجنوبية ترقبا لأي هجوم روسي محتمل، هجوم يتصدر فيه الخطوط الأمامية القوات الانفصالية التي تشارك القوات الروسية عملياتها العسكرية، حيث تسعى موسكو لتطويقها عبر السفن الحربية في البحر الأسود في محاولة للسيطرة على ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا والأكثر استراتيجية من الناحية العسكرية. أما بريا فتستعين موسكو بحلفائها من المقاتلين الشيشان الذين جاءوا لمساعدة روسيا،
برغم التدمير الكبير الذي أحدثته موسكو في الشيشان ما بين عامي 1999 و2000، حيث دمرت المدفعية الروسية والغارات الجوية العاصمة الشيشانية. حليف آخر من أعداء الأمس بيلاروسيا التي تستضيف قوات روسية وتعد محطة رئيسية لعمليات موسكو العسكرية تجاه أوكرانيا، كما تحول رئيسها لحليف بوتين المقرب، حليف وصفه الرئيس البيلاروسي قبل عامين بأنه يحاول الضغط على بلاده وضمها إلى روسيا مقابل أسعار تفضيلية في موارد الطاقة. دبلوماسيون أوروبيون اعتبروا أن لجوء روسيا لقوات خارجية يأتي كرسالة للمجتمع الدولي بأنها لا تقف وحيدة في هذه الحرب، بينما يرى آخرون أن هذه الدول جزء من الخطة الروسية لإعادة تشكيل ما كان يعرف بالحزام الإقليمي الأمني لروسيا الكبرى. كشفت وزارة الدفاع البريطانية على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، كشفت آخر المعلومات الاستخباراتية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونشرت تغريدة جاء فيها أن روسيا تفرض حصارا على ساحل البحر الأسود متفرقة بالفعل ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا. واعتبرت الدفاع البريطاني أنه من المحتمل أن يؤدي تدمير سفينة الإنزال الروسية ساراتوف في برديانسك إلى تدمير ثقة البحرية الروسية لإجراء عملية على مقربة من ساحل أوكرانيا في المستقبل. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مصنع أوكراني مخصص لصيانة أنظمة مضادة للطيران عبر صواريخ مجنحة، وأضافت أن قواتها تمكنت من تدمير قاعدة وقود للجيش الأوكراني مستخدمة أسلحة جوية بعيدة المدى، فضلا عن قصف مستودعات الجيش الأوكراني غربا. نقلت العربية الصورة من محيط العاصمة كييف وتحديدا من منطقة فيناغرادر التي تبعد 20 كيلومتر فقط من منطقة بوتشا والتي تسيطر عليها القوات الروسية، ونحو 25 كيلومتر من أربين التي تشهد معارك طاحنة. المنطقة قصفت مرتين بصواريخ باليستية وهي عرضة للقصف في أي لحظة، أما سكانها فقد خرج معظمهم. نحن في منطقة فيناغرادر التي قصفت مرتين خلال الأيام الماضية من القوات الروسية بصواريخ باليستية. في المرة الثانية من القصف قبل 5 أيام قتلت صحفية كانت تتواجد في هذه السوق التجارية خلال قصفها بصاروخ باليستي. هذه المنطقة لديها حكاية وهي أهمية استراتيجية، لأنها لا تبعد سوى 20 كيلومتر فقط من قرية بوتشا التي تسيطر عليها القوات الروسية وقرية إربين التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، والقتال محتدم في إربين، وبالتالي هنالك احتمالية كبيرة على الدوام أن تقصف هذه المنطقة. هذه آثار القصف الهائل الذي تعرضت له هذه المنطقة وهذا السوق التجارية الكبيرة، هذه السوق التجارية الكبيرة. سكان هذه المنطقة على الدوام خائفون من تعرضها لقصف جديد في أي لحظة من قبل القوات الروسية المتواجدة إما في بوتشا أو في من خلال القصف عبر البحر الأسود. لقناتي العربية والحدث، عمار الهندي، كييف. استطلعت العربية الآراء في العاصمة الأوكرانية كييف حول مشاركة النساء في خدمة الجيش.
на войну. На войну не знаю, не думаю, что это женское дело. В теробороне очень похвально. Девочки умнички просто поддерживают ребят в это время и страну. Все сплотились. Гордость только. Я пыталась. Сказали, что пока не нужны женщины. Европейские армии, пожалуйста. Любую, американскую, французскую, любую возьмите. Везде участвуют женщины. Так что у нас это, я это считаю отлично. Я думаю, нет, потому что идет профессиональная война. Я считаю, что люди, которые не обучены, на сегодняшний день им не место в армии. Если они сами этого хотят, то хорошо на это смотрю. Но только исключительно по собственному желанию. Возможно, даже очень сильно. Я даже как бы иногда и подумываю об этом. В принципе, вполне поражительно. Да, но зависит от того, какие задачи она будет выполнять и какая это женщина. Знаете, есть женщины физически подготовленные гораздо лучше больших мужчин. Вы знаете, наверное, да. Если бы уже общая мобилизация или где могла быть полезна. أعلنت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنها حصلت على وثائق تؤكد جزئياً صحة الاتهامات الروسية لهانتر بايدن بشأن ضلوعه في تمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. هذه هي الحرب، والحرب تعرف بدوي مدافعها، حرائقها، شظاياها المتناثرة هنا وهناك. لكن ثمة حرب أخرى، تلك الصامتة والتي ثار غبارها بعد تصاعد الحرب في أوكرانيا. لقد انتهكت الولايات المتحدة اتفاقية الأسلحة البيولوجية من خلال تطوير تقنيات بيولوجية سراً في أراضي دول أخرى ذات سيادة. الأمر ظل في محل نفي أمريكي روسي أوكراني، لكن خيوطاً بدأت تتسلل بريشة نجل الرئيس الأمريكي هانتر جو بايدن. لا سواه، صحيفة ديلي ميل البريطانية أعلنت حصولها على وثائق تؤكد جزئياً صحة الاتهامات الروسية لنجل الرئيس الأمريكي بضلوعه في تمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. وكشف قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية عن وثائق ومعلومات استخباراتية تؤكد ضلوع الوكالات الحكومية الأمريكية في نشاط المختبرات البيولوجية الأوكرانية وتمويلها من قبل مؤسسات قريبة من القيادة الأمريكية الحالية، لا سيما عبر صندوق الاستثمار روزمونت سينيكا الذي يرأسه هانتر بايدن. الصحيفة أشارت إلى أن رسائل البريد الإلكتروني لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر تظهر تورطه بشكل خاص في عمليات شركة مقاولات بوزارة الدفاع متخصصة في البحث عن الأمراض المسببة للأوبئة يمكن استخدامها كأسلحة بيولوجية. اتهام ينتظر أدلة دامغة تجذب نجل بايدن إلى مرمى حلبة الصراع، فظل الحرب المستعرة في أوكرانيا قد يصل مداه إلى أبعد ما يمكن. عصام عبد السلام، العربية. بعد أكثر من شهر على بدء العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، لم يتوقف قدوم اللاجئين الأوكرانيين إلى الحدود البولندية، مما بات يثير الكثير من الأسئلة السياسية والاقتصادية في بولندا. منذ الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا، لم تعرف الحدود البولندية الهدوء يوماً. تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية سلط الضوء على الكثير من الأسئلة السياسية والاقتصادية في بولندا المعروفة بتصدير الأيدي العاملة أكثر من كونها ملاذاً للوافدين. حتى الآن توافد نحو 2,300,000 لاجئ، زيادة غير مسبوقة تستنزف الموارد في جميع أنحاء بولندا. تضخم عدد سكان العاصمة البولندية وارسو بنحو 20%، أي حوالي 300,000 شخص، جعل أماكن الإقامة آخذة بالنفاذ، كما ارتفعت تكاليف الإيجار في المدن الكبرى بنسبة تصل إلى 30%،
وانخفض توفر الشقق إلى النصف تقريبا. وما زاد الأعباء أن بولندا تحاول التعامل مع أعلى مستوى من ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة في 20 عاما. إحدى المشكلات التي يواجهها اللاجئون هي حاجتهم إلى رقم ضمان اجتماعي بولندي لاستخدام الخدمات العامة، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم. ومن جهة أخرى، مشكلة فرص العمل تتلخص بأن الفرص في سوق العمل البولندي تتوفر في قطاع البناء الذي يهيمن عليه الذكور، بينما معظم الوافدين الأوكرانيين هم من النساء وكبار السن والأطفال. ومع تواصل الحرب في بلادهم لا تبدو الرؤية واضحة للاجئين، وهل ستقودهم الظروف إلى محطة لجوء أخرى أم إلى بلدهم الذي تعرض جزء كبير منه للتدمير؟ هذه نشرة مستمرة وفيها بعد قليل. قلق إسرائيلي من شطب الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب. أهلا بكم من جديد. أكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز حمد العويشق لقناة العربية، أكد وجود موقف ثابت من طرف المملكة العربية السعودية ودول المجلس بخصوص الاستمرار بدعم أي توجه يضمن تحقيق السلام والخروج من الحرب في اليمن. هناك موقف ثابت من قبل دول مجلس التعاون، من قبل المملكة العربية السعودية، على الاستمرار في دعم أي توجه للأخوة اليمنيين، للأشقاء اليمنيين، لتحقيق السلام والعودة بالدولة من حالة الحرب الحالية والدمار إلى حالة السلام والتنمية. المشاورات بدأت التحضير لها قبل التصعيد الحوثي الأخير، وقد أدان مجلس التعاون وجميع دول العالم الحقيقة هذا التصعيد، ولكن إذا كان هدفه هو صرف الأنظار عن هذه المشاورات أو إفشالها فقد فشل، لأن المملكة العربية السعودية ودول المجلس تمسكت بالاستمرار في التحضير لها. قال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز حمد العويشق لقناة العربية أيضا إن الهدف من المشاورات هو مناقشة الوضع الراهن في اليمن ومحاولة الوصول إلى خريطة طريق تمكن اليمن من الخروج من الأزمة التي يشهدها. أعتقد أن من مصلحة الحوثيين الحضور في هذه المشاورات، وإذا لم يحضروا فستكون هناك رسالة موحدة من قبل الشعب اليمني بجميع أطيافه، حتى المجموعات المتعاطفة مع الحوثيين الذين سيحضرون هذه المشاورات. أعتقد أن الرسالة تكون واضحة، وإذا لم يأتي الحوثيون إلى هذه المشاورات قد يشاركون في مشاورات قادمة إذا كان هدفهم هو الوصول إلى السلام. في مقابلة خاصة مع العربية، قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قال إنهم قادرون على دخول طرابلس خلال ساعات، لكنهم يفضلون الدخول سلميا. يتعلق الأمر بفتح بشاغة، نفسي أنا أستطيع الدخول في ساعات قليلة، ولكن احنا أثرنا ما ندخلوش إلا بطريقة سلمية وعدم إحداث أي نوع من أنواع الصراع أو الاشتباك المسلح، لأن الحكومة المتاهية الولاية الموجودة الآن بطرابلس والمغتصبة السلطة تحاول جرنا إلى صراع وإلى سقوط ضحايا، وهذا احنا فهمنا هدفهم، ولهذا اشتغلنا بطريقة ان احنا لابد ان بطريقة التواصل مع كل الأطراف، وسوف ندخل العاصمة بطريقة سلمية وسلسة جدا، ولن نسمح بسقوط أي قطرة دم واحدة، لكن إذا كان على الدخول أنا أستطيع أن أدخل في أي لحظة. يعني نعمل يعني داخل ليبيا وشكلنا مجموعات يعني تتصل بالمجموعات المسلحة ومجموعات سياسية تتصل بالسياسيين، وأيضا مجموعات اجتماعية، وأيضا لنا اتصالات دولية مكثفة لخلق أجواء ملائمة
لأن كان في حدث تصعيد إعلامي خطير جدا وتشويش إعلامي خطير جدا من قبل هذه الحكومة المتاهية الولاية. والآن الرأي العام تغير كثيرا في هذه الأوساط، الأوساط المسلحة وبعض الأوساط الأخرى السياسية، وإحنا عندنا دعم سياسي كبير جدا أيضا حتى في الغرب الليبي من مجلس الدولة والنخب السياسية. فالآن نعمل ونجحنا في هذا إلى حد ما، يعني لحد كبير، ولم يبقى إلا قليل جدا. هناك تواصلات دولية وأيضا عندنا تواصلات على الأرض ممتازة جدا، وفي الأيام القليلة القادمة سوف ندخل إلى طرابلس. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عن قلق إسرائيل من طلب إيران من واشنطن رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مطالبا الولايات المتحدة بالانتباه للأصوات الرافضة للطلب الإيراني. قلقون جدا من طلب رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. ميليشياتهم من الحوثيين شنوا خلال نهاية الأسبوع هجوما على منشآت سعودية. آملوا أن تضع الولايات المتحدة في نظر الاعتبار الأصوات المرفوعة في المنطقة من إسرائيل وآخرين ضد الطلب الإيراني. ففي المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي إن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا بشأن شطب اسم الحرس الثوري من لوائح الإرهاب، لكنه شدد على أن العودة إلى الاتفاق النووي هي الطريقة الأفضل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. الكلام الدبلوماسي لم يخفي الخلافات الكبيرة بين إسرائيل وأمريكا حول الاتفاق النووي مع إيران وتبعاته في حال تم لجهة نشاطات إيران العسكرية في المنطقة. إسرائيل تركز على إيران وواشنطن مأخوذة تماما بالحرب في أوكرانيا. العنف الروسي ضد أوكرانيا تذكير بأن إيران تملك سلاحا نوويا أو تقترب من الانطلاق السريع نحو امتلاك هذا السلاح، ما سيجعلها أكثر عدوانية. والولايات المتحدة تؤمن بأن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي أفضل طريقة لمنع إيران نووية. لدينا خلافات حول الاتفاق النووي، لكن مع حوار مفتوح وصادق من خلال تدعيم صداقاتنا، إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل لمنع إيران نووية، وستقوم إسرائيل بكل ما تراه مناسبا لوقف البرنامج النووي الإيراني. وفيما سيطر الملف الإيراني الساخن على القمة الوزارية في النقب أيضا، حاول بلينكين في محطته الفلسطينية طمأنة الفلسطينيين إلى عودة الدعم المادي الأمريكي وتكرار الحديث عن حل الدولتين وإن كان بدون شريك إسرائيلي حاليا. من ناحية أخرى يؤكد على أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى ومنع الأعمال أحادية الجانب. قمة في النقب حول إيران تزامنا مع لقاء في رام الله بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، وبين هذا وذاك عدم وضوح يلف ملفات الصراع القديمة والجديدة أيضا. زياد حلبي، العربية، القدس الغربية. أعلنت دائرة الهجرة في وزارة الداخلية التركية عودة نحو نصف مليون سوري إلى مناطق شمال سوريا بشكل طوعي بعد تأمين السلطات التركية لتلك المناطق وتوفير الاحتياجات اللازمة للأهالي. ختام هذه النشرة إلى العناوين. بعد تصريحات أغضبت موسكو، الرئيس الأمريكي يتراجع وينفي دعوته لتغيير النظام في روسيا. عشية مشاورات الرياض، مجلس التعاون الخليجي يدعم مساعي التوصل لخارطة طريق تنهي الأزمة اليمنية. فتحي باشاغا في تصريحات للعربية، قادرون على دخول طرابلس لكن نفضل الخيار السلمي. أشكر لكم حسن متابعة مشاهدينا وأعود ألقاكم بعد دقائق. إلى اللقاء.